هو الباحث عن الحقيقة، هو الباحث عن دين إبراهيم، هو الباحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذرية بعضها من بعض، ذرية طيبة خرجت الصالحين، خرجت الصحابة اليافعين الشباب المؤمنين. عاش يتيما لا أب له، فعاش وتربى في بيت وكنف عمه، هذا العم الذي حيزت له الدنيا بمتاعها وأموالها ورفاهها، غير أن هذا العم حرم من الولد. ربيع الأنوار.